نروح نروح للمو محمد صلاح. محمد صلاح، محمد صلاح الحقيقه لاعب ليفربول الانجليزي قال في لقاء يمكن يساره انه عنده طموح. احنا عارفين طبعا ان هو السيزون اللي قبل اللي فات فاز بالتشامبيونز ليج، السيزون اللي فات فاز بالبريمير ليج. قال بقى انه السنه دي عنده طموح انه يحقق الاثنين مع بعض، يفوز بدوري ابطال اوروبا ويفوز بالدوري الانجليزي في نفس الموسم. صلاح اللي تعافى من فيروس كورونا مؤخرا، اللي تعرض ليه طبعا خلال تواجده مع منتخب مصر، واللي بسبب اصابته ما شاركش في الماتشين بتوع توجو، والحقيقه ده يمكن كان سبب ازمه بشكل كبير لفريق ليفربول. اتكلم على انه بيسمع انتقادات كتير جدا، وحتى رغم غيابه عن ماتش ليفربول ضد ليستر سيتي في الجوله 9 في بريمير ليج، قال انه بيسمع في اوقات كتير او سالوه عن الانتقادات اللي بتوجه ليه، او سالوه على انه مره بيبقى كويس ومره بيبقى مش في نفس الفورمه. يعني قال لهم ده طبيعي، يعني ده طبيعي جدا، اي حد في مكانه وفي مركزه هيتعرض للانتقادات. لا هو طول هو الوقت. اهم حاجه عجبتني او اهم جمله عجبتني في رد صلاح انه هو ما بيلتفتش للانتقادات دي، بيسمعها سواء كانت ايجابيه او سلبيه، بس اهم حاجه ان هو يكون على يقين ان هو دايما بيعمل المطلوب منه او يعمل الدور اللي عليه، ومش مطلوب منه حاجه اكتر من كده، وهو راضي دايما عن اللي هو بيقدمه. ساعات كتير يا احمد بفكر هو قد ايه ممكن لاعب كوره يتعرض لانتقادات كتير قوي وبعد كده يقدر يفوق ويرجع تاني. وكنا يمكن بنتكلم على النني في ارسنال، جت فتره تعرض الانتقادات كتير قوي، ودلوقتي شوف النني عامل ازاي في ارسنال. يعني حقيقي. انت ايه رايك في التغيير اللي حصل له ده؟ جزء كبير جدا من او ضريبه من ضرائب الشهره اللي بتدفعيها هو الضغط الجماهيري. ما دام قبلتي انك تتحطي تحت الاضواء، وما دام قبلتي انك تتحطي في مكان انك تكوني نجمه وانه الجماهير تبقى بتحبك وبتتابعك، بس في ناس ممكن ما تعرفش تتعامل مع ده. دي يعني دي قدرات شخصيه بقى، بس انا اعتقد انه لابد ان كل واحد يعرف ازاي يتعامل مع الضغط الجماهيري، ويعرف كمان ازاي يتقبل الانتقادات، ويعرف انه في اوقات لابد انه يوجه. يعني انا لما كنت بكلمك مثلا على انه النني مع الارسنال غير النني مع منتخب مصر، انا مش هدفي هنا ان انا اجرح او اقلل من شان النني، بس هو غيره على المنتخب ورؤيتي في انه النني عنده قدرات كبيره جدا، من الممكن انه بصمته تبان بشكل اكبر مع منتخب مصر. أكيد. ففي فرق كبير جدا بين النقد بسبب الدافع فيه الهجوم، وبين النقد اللي هدفه انه يكون بناء، انه ياخدنا ويحركنا. وبيتهيالي كمان العقليات المحترفه يا ساره، يعني الناس اللي لعبت في الدوري الانجليزي وتعاملت مع وسائل الاعلام وتعاملت مع ضغوط جماهيريه هناك، هنتكلم على ليفل تاني طبعا، عندها قدره اكبر بشكل كبير على التعامل مع الانواع دي من الضغوط. عندك حق في ده طبعا، وبيساعدنا جدا ان احنا نشوف اي لاعب لما يتعرض لانتقادات كتير ممكن تهد اي حد، ممكن تخلي حد مثلا يبطل كوره من كتر ما بيبقى الضغط صعب جدا، ان احنا نشوفه بيرجع تاني وبيتالق تاني في الملعب ايا كان في اي فريق. لانه اصعب حاجه في انه شخص يتعرض لهجوم كبير قوي في مجال عمله ايا كان ايه هو مجال العمل. بمناسبه بقى الكلام على الجماهير، نروح لنادي ليفربول الانجليزي اللي رحب باعلان الحكومه بشان عوده الجماهير للملاعب الفتره اللي جايه. النادي يمكن اصدر بيان على موقعه الرسمي النهارده، قال بنرحب بالجماهير للملاعب وبنتطلع لاستقبالهم مره ثانيه لما يكون ده امنا، وقال ان احنا هنواصل العمل مع الشرطه ومجلس مدينه ليفربول من اجل وضع احدث الارشادات الصحيه طبعا والعمليه الاكثر فعاليه للعوده الامنه للجماهير. يمكن كانت جماهير كرة القدم يعني تلقت الأخبار اللي انتظروها لشهور كتير بإعادة فتح الملاعب طبعا اعتبارا من 2 ديسمبر اللي جاي، لما يتم تخفيف الإغلاق طبعا الحالي في إنجلترا. النادي الإنجليزي بينتظر طبعا التأكيد على المستوى اللي هيتم وضع مدينة ليفربول فيه ومواصلة العمل من خلال خططهم، وهيتم كمان إعلان المزيد من عن الموضوع ده في الوقت طبعا المناسب. يمكن كان كمان خلينا أقول لحضراتكم رئيس الوزراء البريطاني بورس جونسون أعلن أنه الشهر اللي جاي هيكون موعد عودة الجماهير لحضور الأحداث الرياضية في البلاد، يعني في إنجلترا بما فيها طبعا الدوري الإنجليزي الممتاز. ويمكن كانت الجماهير غابت أحمد يعني من شهر مارس اللي فات عن المدرجات. هي كرة فقدت جزء كبير جدا من طعمها وجزء كبير جدا من متعتها وحلاوتها بسبب غياب الجماهير طبعاً. وكل البطولات وكل النجوم، يعني إحنا يعني ما فيش أكبر طبعا ولا أهم مثلا من بطولة زي الشامبيونز ليج الأوروبية، كم كبير جدا من النجوم، انديه من العيار الثقيل، فقدنا الاستمتاع بيها الموسم ده بسبب غياب الجمهور، رغم وجود نفس الاسماء ونفس اللعيبه النجوم الكبار والمنافسه القويه والى اخره، لكن فقدت البطوله حلاوتها ورونقها وطعمها بسبب غياب الجمهور عن المدرجات. ونتمنى ان شاء الله ان الازمه دي يعني تعدي بقى ونرجع نستعيد
في اوقات كتير جدا بنبقى مش حاسين بالنعمه، يعني مش مقدرين انه يعني ايه طبيعي جمهور موجود في المدرجات. نعمه كبيره جدا افتقدناها بسبب فيروس صغير جدا اسمه كورونا.